شفت لك قصيده دمها خفيف كده وريتها لي في الديوان بتاعك. خليك هادي. خليك هادي. انت اصلا عصبي ولا؟ لا انا عصبي جدا جدا. عصبي جدا. ما هو انا بوصي الناس ان هم يبقوا هاديين يعني في القصيده. يعني انت عصبي وبتقول للناس خليكوا هاديين؟ قول خليك هادي، دنيا تجيلك من ناحيه دي، لف وجيلها من ناحيه دي، ولا تتعصب ولا تتنرفز، امسك نفسك وابقى حيادي، طبع إلها أو حللها، هتشوف كل المسألة عادي، إذا كان جمعة حب هنادي، والله عادي، لازم تبقى لطيف مش سادي، وإياك تبقى يا صاحبي في وادي، وكل الخلق التانية في وادي، والله عادي، وعشان تهدى روح النادي. اهو بالمره تبص على دي ولا على دي، العب كوره انت وشادي، ولا تتعصب ولا تتنرفز، امسك نفسك وابقى حيادي، طبع إلها او حللها، هتشوف كل المساله عادي، عادي. واما هترسى يا صاحبي وتهدى، ابقى ادعي لي عشان مش هادي، ايوه بشد في شعر يا صاحبي من اولادي، بتقول ايه اروح النادي، ابص على دي مبقاش سادي، اديها زبادي، ماشي يا صاحبي يا ابن بلادي.